النهاردة كنا بنتكلم عن جزء مهم من محاور الحوار الوطني اللي هو المرتبط بالتغيرات المناخية. والحقيقة جزء من شغلنا ان احنا كنواب لازم نوعي المواطنين، وطبعا النهاردة كانت اهم شريحة من الشرائح المجتمعية وهي شريحة الشباب، واحنا بنتشرف ان احنا نعمل فعالية مهمة وكبيرة زي دي ونتكلم فيها عن قضايا التغيرات المناخية، طبعا في تحت قبة جامعة القاهرة اللي النهاردة بتستضيفنا. ودي الحقيقة تاني فعالية بنعملها ناتجة عن بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب وجامعة القاهرة. مهم جدا ان الشباب يستوعب القمة، مهم جدا انه يتناول ما جاءت به هذه القمة ومخرجات ذلك. ننتظر ان يكون يعني كافة ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية في باريس ان يتحقق في هذه القمة. العالم اجمع بالمناسبة منتظر ان تكون هذه القمة افضل من سابقها من القمم المتعلقة بالمناخ. الهدف الاسمى زيادة الوعي والتوعية البيئية معنى التغيرات المناخية واثارها واسبابها وازاي نجابهها واهمية الكوب واهمية مؤتمرات المناخ وازاي نسهم كشباب وكافراد في مجابهة أو التكيف مع هذه القضية الخطيرة.